طب انا ممكن استاذن حضرتك ان احنا نصبح على محمد طبعا وفارس، تقولي لهم ان انا بصبح عليهم يعني، واستاذنك لو نكلم محمد بعد اذنك. ماشي، اتفضل يا محمد. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية يعني أعرفكم بنفسي، أنا محمد أحمد حسن عبد الحليم، طالب بالصف الثاني إعدادي الأزهري، سني 14 سنة. بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن 3 سنوات. بعد كده يعني على إيد طبعا الشيخ عليك. على إيد الشيخ فرج عبد الحميد في دار الصباح، حتى اتممت حفظ القران الكريم وانا في سن 8 سنوات الحمد طب لله. محمد ما شاء الله عليك، انا نفسي اسمع قراءه بصوتك، ممكن؟ طيب حاضر. شكرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما شاء الله. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما شاء الله عليك يا محمد، ربنا يا رب يفتح عليك كمان وكمان. أنا سمعت كمان يا محمد إن أنت بتقلد طبعا المعلق الجميل كابتن أيمن الكاشف، ده صحيح؟ أنا الحمد لله يعني قدم، أنا بتابع كرة القدم وبسمع محمد. طبعا بحب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. اهلاوي وبتحب تقلد ايمن الكاشف؟ طبعا. طب ممكن تدينا لقطه كده بطريقته هو بيقول ازاي؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اصدقائي المشاهدين، اجدد التحيه لحضراتكم واسعد بصحبتكم الكريمه خلال هذا اللقاء، وإنما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. ما شاء الله. أسعد بكم مشاهدينا في خلال هذه اللقاءات وخاصة لقاءات القمة بين الكبيرين. النادي الأهلي حامل اللقب بيواجه نادي الزمالك، الساعي نحو استرداد ألقاب الدوري بعد غياب سنوات. النادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بيلعب على الورق بطريقة 4-2-3-1 ويبدأ. يعني بجد جميل قوي. انا بقى عشان انا يعني عايزه اروح لفارس، فممكن تديني فارس اصبح عليه برضو؟ ممكن؟ طيب. شكرا يا محمد، ربنا يفتح عليك ويكرمك.